بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في حلقة جديدة، وحلقتنا النهاردة مميزة. إزاي نعرف نتعامل مع الناس؟ إزاي أعرف أعبر عن اللي جوايا؟ عنوان حلقتنا محدش فاهمني. قولي يا دكتورة أنا بعرفش أتكلم، ولو اتكلمت بتكلم غلط أو بغلط أو بيصعب عليا نفسي عشان مش عارف أعبر عن نفسي، بقوم جاي معيط أو تبقى خلاص تنزوي في زاوية مع نفسها كده، أو مش بعرف أعبر عن نفسي والناس بتفهم كلامي مش ده اللي أنا عايز أقوله، بس هي فهمت كلامي غلط. أي حوار بيني وبين غيري بيقلب يا إما التجاهل كلامي أو بيتفهم غلط، يا إما أقعد أبرر فهمهم لكلامي وأقعد أوضح بقى ساعات كتيرة، وده دايماً اللي بيحصل. ممكن أطنش على فكرة وأزهق، بقى أزهق من أنا أقعد أبرر للي قدامي، لأن الناس مش فاهميني أو فاهميني غلط. زي ما قلتلك أنا بجد مش حاسسني ولا أنا عارف أعبر عن اللي جوايا صح. حتى أصحابي ابتدوا يبعدوا عني وبقيت لوحدي تماما، لا أهل ولا أصحاب، محدش فاهمني وأنا تقريبا لوحدي. محدش فاهمني الجملة ديت كم مرة قلت لنفسك الجملة دي، وقلتها لمين؟ لنفسك ولا للي قدامك؟ ويا ترى اللي قدامك فعلا هو اللي مش فاهمك، ها؟ ولا أنت اللي مش عارف توصل اللي جواك للي قدامك؟ ولا انت اصلا مش فاهم نفسك، ها؟ انا مش فاهم نفسي، مش فاهم اصلا انا عاوز ايه، ودي تبقى الكارثه. ولو واصل للي قدامك ان انت ما انتش عارف انت عاوز ايه، يبقى انت محتاجه على فكره تسمعنا النهارده. الكارثه انك انت بتبقى مش عارف تعبر وتقوم جاي متهم اللي قدامك، انت محدش فاهم. يا عم طب عبر صح عشان احنا نفهمك. الناس بتتجاهلك وتتجاهل كلامك، او اصلا مش حابين الكلام معاك. دي ثلاث نقاط هنتكلم فيهم النهارده. ولو حتى سبحان الله انت بتبقى مش حكايه انك تعبر بس، لا انت محتاج قلب تعرف تبث اليه اللي جواك، يبقى انت محتاج على فكره تسمع حلقتنا النهارده. طيب هو الغلط فين؟ الغلط في اننا نبطل كلام عشان محدش يفهمنا غلط، ولا ان احنا الصح ان احنا نتكلم بس بطريقه تعبر عن اللي جوانا صح، ونقدر نوصل بكلامنا مش بس للعقل اللي قدامنا، لقلبه كمان، لقلوب الناس اللي بنحاورها. طريقتنا في الحوار وطريقتنا في الكلام واسلوبنا في عرض المشكله، بس لا ده كمان اسلوبنا في التعبير والتوصيل المشاعر اللي جوانا صح. كل ده هنتعلمه النهاردة في حلقتنا. طب الحمد لله احنا كده عرفنا فين المشكلة، خلاص 50% حل. يلا بينا على الخطوات، تعالوا نتعلم مع بعض ازاي نتكلم، ازاي نعبر صح على اللي جوانا، ازاي يبقى حديثي حديث شيق والناس حابة تتكلم معايا، او اعرف قعدتي مرغوب فيها بكلام مؤدب مفيد محترم وكمان واصل للقلب. تعالوا بقى مع بعض اشرح لكم نظريه 5 في 5. ورقه وقلم بقى كده، جميل، اكتبوا ورايا واحفظوا الكلام اللي انا هقوله ده. اول خطوه في 5 في 5، اولا لما تيجي تتكلم اتكلم وقول اللي انت عايزه بالظبط، بلاش نقعد نتفرع في امور ايه تانيه او نلف وندور عشان توضح الفكره، فانت بتلف وتدور. يا عم وضحها هي وخليك واضح وصريح ويبقى كلامك محدد. ابعد تماما على اللي انت مش عاوزه، ركز على اللي انت عايزه. يعني انت بتطلب حاجة او بتطلب طلب من اللي انت قدامه، اللي انت محتاجه، مش تقعد تحكي على اللي انت مش محتاجه وتلف حواليه. ليه؟ عشان ما تتوهش، ده اول حاجة، وما تتوهش اللي قدامك. يعني اللي بيسمعك ذات نفسه ما يتوهش منك، تمام كده؟ يبقى اول حاجة ركز ايه؟ ركز على الحاجة اللي انت عايزها وقولها بوضوح بدون لف ولا توهان منك ومن اللي قدامك ولا دوران. كمان لما تتسأل، ها، تجاوب على قد السؤال تحديدا، ما نقعدش نوصف في مش عايزه اقول لكم، يعني بنقعد نسمع من ناس ما لهمش، بيقعدوا يجاوبوا على سؤال ما لهمش علاقه اصلا باللي احنا سألناه، اجابات ما لهاش علاقه. يا عم ركز في اللي انت بتقوله. هو انت محتاج تقعد تشرح وتلف وتدور؟ لا، حوالين قول النقطه تحديدا ووصلها زي ما انت عايزها وزي انت محتاجها عشان اللي قدامك ما يتوهش منك. طيب يبقى اول نقطه اقول اللي انا محتاجه بدون لف ولا دوران ولا توهان. تاني نقطه، اعرفوا ان اول 7 دقايق دول اهم تركيز للمخ، صدقوني اي حوار بين 2 بيتكلموا مع بعض
انت محتاج تعرض الامر اللي انت عايز تقوله، سواء على شريك حياتك او الانسان اللي بتكلمه او صاحبك او اهلك او المحيط العمل او الدايرة القريبة منك. تحتاج تركز في اول 3 4 دقايق، يعني الحبشتكنات بتوع الثلاث دقايق التانيين دولت علشان ايه؟ تجمل اللي انت بتقوله. لكن بجد بجد المخ بيفصل بعد 7 دقايق. يعني اطرح الفكرة باختصار ووضوح عشان اللي قدامك ما يفقدش تركيزه. قلنا اقصاها 7 دقايق بالكتير. كمان بنصحكم لو في ام بتسمعني دلوقتي، يا بنتي اعملي مع اولادك كده، بلاش رغي كتير ولا اعملي يا بتقول ايه، بتقعد تتكلم كتير مش عارفين هي قالت ايه. خلي كلامك قليل، لو تبقى جمله مكونه من 3 كلمات او 4 كلمات ابرك حاجه، بدل ما لا 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 لا. ويجي زوج يقول لك والله انا مش عارف، هي قعدت تزعق صراحه، بس انا مش عارف هي بتزعل ايه، يعني هي قاعده تتكلم كتير قوي. خلي الجمله محدده عشان غيرك يبقى فاكر. هو النبي عليه الصلاه والسلام لنا فيه قدوه في الامر ده، كان كلامه ايه؟ فصله، صلى عليه. حديث السيده عائشه رضي الله عنها، كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فصل، ايه؟ يفهمه كل اللي سمعه. ليه؟ عشان كان متفصل. يبقى خلي بالكم من النقطه دي عشان ما حدش لا يمل من الكلام يقول لك والله كتير سمعنا بس مش فاكرين ايه الموضوع يعني، ويبقى كلامك كتر كلام بدون فايدة لا، ويفقد اهتمامه معاك لا، أو تركيزه لا. احنا عايزين مركز مع اللي انت بتقول، فطول ما انت بتتكلم كده هو باصص لك بيقول ايه اللي عايزين، ايه اللي جاي بعد كده، لانه منتبه ومركز وانت محدد انت بتقول ايه. يفصل منك وانت لسه ما وضحتش الفكرة ولا انت عايز تقول ايه، ده الغلط اللي بيحصل. طيب تالت حاجة، ركز في حديث في الحديث بتاعك مع اللي قدامك على بشاشة الوجه، نبكوا ثواب، البسمة، والبسمة الصادقة مش الصفرة، عشان في حاجة كده من تحت الدرس عامل كده واللي قدامك بيشوف، ما هو انت يعني اللي بيطلع منك اللي قدامك بيحسه. شوف البادي لانجوج بتاعتك عاملة ازاي، لغة جسدك عاملة ازاي وانت بتتكلم، مش بس الوجه. والبسمة البسيطة، حركة ايد تبقى حركة مش وخلي بالكو ولا، وفي تهديدات عارفين كده، شوف التهديد علامة المسدس بتشاور هنا وانت اصلا الصبع مشاور عليك، او الحركة دي لا او غلط دي علامة تهديد، بدي اللي قدامك ايه ده انا في موقع تهديد يبقى هدافع. ما ينفعش اصلا نخاطب الناس او ان انت تقول تحفزهم تجاه خطابك تبتدي بكلمة لا او تبتدي باشارات معينة، لا 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 خالص، تعمل عندهم مشاعر الهجوم وانا في حالة دفاع، غلط، انت خسرت الحوار من بدايته. موضوع التهديد منك ده مش صح، عقبتها طبعا ان اللي قدامك هيفهمك ايه غلط، ترجع تقول ما حدش فاهم، يا عم انت اللي عملت، ركز معايا. حركه الايد خلي بالكم احنا بنشرح مش كده وكده وعارفين الحاجات اللي بتبقى متنشنه دي، لا عارفين دي حركه الايد الانسيابيه اللي بتبقى تحت الميه، بسيطه وسهله وخفيفه، مش حركه عنيفه ولا حركه مفاجاه ولا الكلام تخض اللي قدامك، لا. بلاش كمان الحركات زي انك ايه، ان انا الواحد بيقف وبعدين بكلم اللي قدامي وهو قاعد فيحس انك ايه، انت هو قاعد وباصص لك كده وانت باصص له كده، اذا ده بيتكلم من مكانه اعلى مني، لا أو لا، لازم نتكلم في نفس مستوى الجلسه. لو انا بحاول ان انا اشرح واخلي كلامي يوصل لقلب اللي قدامي، ما اتكلمش باني اعلى منه، وحتى مع الاولاد ما غلط جدا ان احنا نعمل كده. نيجي للنقطه اللي بعد كده وهي تفعيل لغه العين. تفعيل الاي كونتاكت دي اداه من الادات الجميله جدا جدا، بلاش ان احنا يوم ما اتكلم انا معاك وهو الناحيه دي، طب بس كملوا كملوا، لا لا انا عيني في عينك ومركز معاك. كمان باخد نفس وبيبقى النفس هادي علشان ما يحسش ان انا مستعجل او متوتر او في ايه، فتوتره مخه يتوتر وانت بتتكلم بتوتر. كمان بلاش كده تربعت الايد، عارف انت المتحفز كده، او ان انا قاعد ومش عارف اعمل رجلي بطريقه معينه كان انا مقفول، اصلا مهما تعمله انا مقفول، غلط. انا قاعد بانسيابيه وكلامي هادي وبالراحه عشان نقلل التوتر والتهتهه كمان في الكلام. نظبط طريقه التنفس علشان يبقى الكلام متوازن، عينك في عينه، وشك وجسمك باتجاهه مش بالجنب او مشغول عنه وانت بتتكلم، تمام. طيب نقطه رقم 4، بلاش نقد الشخصيه. حتى لو كان اللي قدامك غلطان انا ممكن اوضح بنقد ايجابي، لكن انقد الشخصيه لا، احنا علينا بالفعل. الغلط اللي بيحصل في الحوارات انت وانت 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 بنوصف الشخص وبنوصمه بتوصيف سلبي، غلط، وبتبقى بدايه الكلام لا اصلك انت بتعمل، يا عم مش انت الفعل دوت، فعل كان غير موفق وكان غير سيف. احنا لما بنيجي ننقد الفعل
مش الشخص. ليه؟ عشان الشخص ما يقفلش مني، حتى لو صاحب او صديق او انتيم او حتى زميل في العمل. تبص تلاقي ان الناس لما بتيجي تتكلم ايه ده متحفز ليا، ده على طول بيهاجني، ده على لا. لكن لما بنقد الفعل ذات نفسه هو ده الصح. إيه انت فيك من المعايب يعني، بس يعني نتكلم على الفعل ذات نفسه، بلاش توصيف سلبي للشخص، ونخلي كلامنا في بدايته بداية إيجابية. بلاش كلمة لأ أصل، بلاش كلمة لأ في البداية. خمس نقطة، اعطي غيرك فرصة للكلام. إيه لما بنيجي نتكلم ونقول ما حدش فاهمنا، هو انت عطيته فرصة أصلا يقولك إيه النقطة تحديدا اللي هو مش فاهمك فيها؟ سمعت منه، ما سيبه يتكلم يعبر عن نفسه، بدل ما انا عمال تتكلم وبتتكلم في زاوية غيرك مش فاهمها أصلا، وبتتكلم غلط، أو بتتكلم في نقطة هو مش وصلاله. اسمع منه في إيه. على قد ما بتسمع، على قد ما مخك ما بيترتب في الأفكار، فتعرف تقول وترد. إيه الناس عادة تبص بقى تلاقيها أول حد سمع أول كلمتين هوب قطع عليك الكلام وخلاص، وما بيديش اللي قدامه فرصة إنه يتكلم ولا يعبر عن نفسه أصلا. ده غلط. خلي بالك أصلا من نقطة زي دي، خليه يعبر عن نفسه صح. طيب ده الجزء اللي علينا. في نقطة رقم 6، ودي نقطة مهمة جدا، عشان اللي قدامك يفهمك صح عبر عن اللي جواك صح. أداة توصيف المشاعر من أجمل الأدوات، بس لو نعرف نستخدمها صح. وصف مشاعر، وانت بتعرف توصف مشاعرك؟ بتعرف تقولي اللي جواك؟ تحزين، قلقان، عارف الفرق ما بين الاتنين؟ طب خايف، طفر. على فكرة الخايف تبص تلاقيه متحفز وهاجم اللي قدامه، انت عارف ان اللي جواك ده خوف وقلق، مش عيب على فكرة. طب انت فرحان؟ لا حذر، انا حذر في الكلام. عارف انت توصف المشاعر اللي جواك ولا كله خلطبيط على بعضه؟ توصيف المشاعر صح من انجح الوسائل اللي بتساعدك انك تعبر. ليه؟ لان انا هعبر على اللي انا فاهمه وعلى التوصيف اللي وصل لي من جوه. لكن انا مش عارف، عندي مشاعر متداخله مع بعض، فيلا كرسي في الكلوب والدنيا وبقى الحوار ما بقاش حوار. عشان تخرج مشاعرك شرط انك تعرفها، واختار الكلمات المناسبه اللي تعبر عنها. ليه بنقول الاتنين مع بعض؟ ما انا لو فهمت المشاعر صح هختار الكلام صح، لان انا فاهم صح، بس مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ان احنا نقوم جايين متلخبطين، ونقوم جايين مشاعرنا كلها مع بعض، فبتبتدي تقول جمل غير منظمه. مش كده؟ تعالوا اما اقول لكم، تعالوا شوفوا اي حوار، اي حوار في ميديا منشوره ولا اي مسلسلات ايا كان وكده، ادعوكم لا تتفرجوش على الكلام ده، اتفرجوا علينا احنا بس. وشوفوا الحوار كده، الناس بتزعق. صدقوني ان اقول يا رب، هي الناس يعني الموقف لا يستدعي ان الناس كلها بتزعق، وده بيعبر عن ايه؟ فبقى الحياه كلها ان مفيش حوار هادي. تبص تلاقي اتنين مخطوبين وحوارهم زعيق، تقول لك والله احنا بنحب بعض بس مش عارفه في ايه. تلاقي اتنين صحاب مفيش مشاكل اصلا، بس عشان يعبروا على بيزعقوا. ايه ده؟ ما احناش عارفين نوصف ايه اللي بيطلع. ما انت مش عارف فبتتنرفز فتزعق. طب لو هو طفل، شوف الطفل مش عارف يعبر فبيعيط ويبكي ويعيط ويهر الدنيا عياط، وتيجي الام مش عارفه بيعمل، هو مش عارف يعبر. فالنقطه دي انا شايفاها من اهم النقاط، توصيف مشاعرك. اعرف ايه اللي جواك صح، اختار الكلمات المناسبه اللي تعبر عنه، وابتدي قول. سابع نقطه وبرده مهمه جدا، كل النقاط مهمه النهارده، تكتبه ولا بتكتبوش؟ اكتبه ورايا الكلام ده. نقطة مهمة جدا عشان اللي قدامك فعلا يفهمك صح، هو انت اصلا فاهم نفسك؟ يعني انت فاهم نفسك صح؟ عارف انت عايز ايه؟ انت محتاج ايه تحديدا؟ هو انت بتتكلم علشان هو كلامه بتاعه وفض مجالس، ولا فعلا لا انا كلامي محدد، وقتي منظم، عارف انا عايز ايه وبقول ايه؟ ولو اي كلام واتخذ عليك، فلان والله مسجلين له بقى عايز اقول له، وفلان مش عارفة كاتبين عليه إيه. ليه؟ ما انتش عارف. انت مش عارف مستهدفك اصلا من الكلام ايه. لو انا بتكلم مع فلان كده بتكلم ايه المستهدف من الحديث؟ ما لازم يبقى لنا سيدنا عمر بن الخطاب قاعد، والرسول صلى الله عليه وسلم قاعد جنب سيدنا عمر بيرسم خط، قال له يا والله يا عم لا تسال عن ذلك. ما ينفعش يبقى اليوم ماشي كده هرجله ريشه، عندنا ريش هنا في الاستوديو، ريشه كده تنفخ فيها تطير ريشه في مهب، ما ينفعش. المفروض نتعلم مع بعض الكلام ده، حتى دول لسه اول مره اسمع الكلام ده في الحلقه. اوكي تمام، وده المستهدف انك تسمع فابتدي تنفذ او تكتب. هو أنا عايز إيه؟ إيه المستهدف من حديثي مع فلان؟ عايز إيه؟ إيه اللي أنا عايز أوصله له؟ خلي بالك وافتكر، خليك واضح وصريح ومختصر في كلامك ومبتسم. إحنا مش داخلين حرب، فاهم؟ أنت مالك عبوس ليه كده؟ وفي ناس تتخض من شكلها كده، الـ111 موجودة ما بتشلش،
مبتسم، الكتف مفرود على فكرة، من علامات الكتف المفرود إنك تبقى قاعد كتف مفرود وأنت بتتكلم كلامك بيبقى طالع بثقة. اللي يساعدك على كده نظرتك لنفسك، أنت شايف نفسك إيه؟ تصورك عن نفسك إيه؟ أنت عندك فكرة عن نفسك ولا أنت مش معطي نفسك قيمة؟ صدقوني اللي مش شايف نفسه واللي مش معطي نفسه قيمة غيره استحالة يعطي، استحالة يديله. الناس المهزوزة اللي فاقدة ثقة في أفكارها وتستمد طبعا ثقة من الله سبحانه وتعالى، سيبك اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ثقة مستمدة من الله وعلاقتي بالله سبحانه وتعالى. فلو أنا تمام تلاقي الدنيا تمام، عندك أفكار محددة، الواثق واللي مش مهزوز، ها هتلاقي طريقة حواره ذات نفسها بيبان من طريقة الحديث، طريقة الحوار، يعرف يعبر صح عن اللي جواه، وبالتالي الغير هيفهمه هو عايز ايه. هو انت ليه ايه ده الكلام، انتوا مش فاهميني ليه؟ طب انت ليه بتقول اللي مش بيتفهم؟ وده دايما الجملة اللي بتقول. خلينا نقول الخلاصة ايه، لما تيجي نعيد مشكلتك ونقول انا محدش فاهمني، انا لوحدي، انا بقول كلام واللي بيتفهم غلط واللي قدامي بيفهمني غلط، ابتدى اصحابي يبعدوا عني واهلي يبعدوا عني ومبقاش حد حواليا، تعبت من كتر التبرير ببرر ابرر ابرر عشان اللي قدامي يفهمني صح، لما تيجي تقول كل الحاجات دي وتتبع الخطوات اللي احنا قلناها، السبع ثمان خطوات اللي قلناها او خمسه وخمسه لان فيهم خمسه خاصين بيك كشخص وخمسه تانيين خاصيك، ارجعوا للحلقه تاني. انا عايزه اقول يعني لو انت فعلا تبعت الخطوات دي واستعنت بالله، لان احنا طبعا سقفنا الاول والاخر استعنا بالله، استعين بالله على الحاجات دي علشان الله سبحانه وتعالى، احنا امه قايمه على السببيه، لما ناخد بالاسباب ادي احنا يا رب خدنا بالاسباب وبعدين نتوكل على رب الاسباب. فالامر له شقين، كل حلقه ان شاء الله من حلقاتنا هيبقى لها الشقين دول، الشق العملي الدنيوي اللي خاص بالدنيا اللي مامورين بيه شرعا، والجزء الثاني اللي احنا اللي الله سبحانه وتعالى ده بتاعنا بقى، علاقتك بربنا وحالك وتوكلك ونواياك في الامر. نوايا ان انا معيش لوحدي، وده مستهدفنا من الحلقه على فكره، احنا مش عايزين حد يعيش لوحده. هاتوا بصوا، هاتوا واحد ملياردير وحطوه في جزيره وقصور واكواميرا وهيصه بقى، وعنده كل حاجه وعنده الذهب والالماس مرمي في ارض الجزيره بتاعته، والاكل بيجيله كافيار ولوحده مش عارف يعيش، مش عارف يعيش. واكتر تعالوا شوفوا المنتحرين المليونير ومليونيره بس مش حاسين بالسعاده. احنا يعني الواحد اما يبقى معاه له انتيم، توأم روح، شريك، صحبة، يوم لما ببقى مديه حتى برفع سماعة التليفون واتكلم، احنا مش عايزينك لوحدك، احنا عايزينك حواليك ناسك وانت بتعرف تعبر عن اللي جواك وكلامك ما بيتفهمش غلط. نقول الخلاصة تاني، ابتسم، خلي في بسمة بسيطة على وش البادي لانجوج بتاعتك سليمة، فعل أداة الاي كونتاكت اللي شرحناها في الحلقة، وخلي مستوى نظرك في مستوى نظر اللي قدامك، خلي كلامك مختصر بلاش رغي كتير، وقول المحدد، قول المهم، عبر عن مشاعرك صح، ودي نقطة مهمة، لو عرفت عبر مش هتلجلج، مش هطلع أي كلام، واختار الكلمات المناسبة اللي تعبر عن مشاعرك صح وتوصل للي قدامك، ما هو اللي بيخرج من القلب بيوصل للقلب، قول احتياجك بوضوح، اختار الكلمات صح وبعناية، صحح نظرتك لنفسك، ودي نقطة مهمة جدا، شايف نفسك ايه عشان اللي قدامك، انت شايف نفسك صغير ما تطلبش من اللي قدامك ان هو يكبر بيك، وخلي ليك حال مع الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يبقى لك حال، مش بس مع الله، ده مع الله ومع الناس وبيبان في اثر جوارحك، وثق بالله وتوكل عليه. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يكون حلقتنا النهارده مفيده للناس اللي كانوا باعتين وكل اللي على شاكله محدش فاهمني. دمتم بعافيه فكرا وقلبا.